السلام عليكم. رغم مرور فترة معتبرة عن قضية حذف البسملة، إلا أن شيئا ما بقي يحز في نفسي ويؤزني أزا لكي أرد على الوزارة وخبرائها. فرغم عديد المشاكل التي تتمخض فيها الوزارة من نقص للهياكل والمنشآت القاعدية وإضراب للأساتذة وعمال التربية، إضافة إلى مشاكل النقل المدرسي والبرامج الرديئة المستوردة من الخارج والمترهل قوامها، إلا أن الوزارة وخبراءها وجدوا الحل سريعا فحذفوا البسملة. يا للروعة. يحذفون البسملة فينفتح عقل التلميذ ويقبل على المواد إقبال محارب فيصيب مداركها ويصير النابغة فيها، ونصعد بذلك من المرتبة 119 في التعليم على مستوى العالم إلى المرتبة الأولى. نعود إلى الجد قليلا. إذا كنتم فعلا تعتقدون أن البسملة تحول بين التلميذ وفهمه للمادة، فأظن بأنكم لم تقرأوا التاريخ يوما. الخوارزمي مؤسس علم الجبر والنابغة فيه، وإن كنتم لا تعرفونه فاسألوا علماء الرياضيات في الغرب، له مؤلفات عديدة في هذا المجال، والتي لولاها لما اشتغلت عديد الأجهزة الإلكترونية في زمان الناس هذا. من أشهر مؤلفاته كتاب الجبر والمقابلة، والذي يستهل فيه الخوارزمي كتابه هذا بالبسملة والحمد والصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ثم يباشر طرحه العلمي. رغم كل هذا، إلا أن الكتاب بلغ مبلغا عظيما، لم تمنع البسملة هذا الكتاب من أن يصير الأشهر في هذا المجال في العالم. هذا هو كتاب الجبر والمقابلة لمحمد بن موسى الخوارزمي، وهذه هي مقدمة الكتاب بخط يده، والتي ستكون موضحة في الصفحة الموالية بخط الحاسوب، أين يفتتح فيها كتابه بالبسملة وحمد الله سبحانه وتعالى بما هو أهله من محامده التي بأداء ما افترض منها على من يعبده من خلقه يقع اسم الشكر ويستوجب المزيد، ثم يصلي على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويقر بنبوته، ثم بعد ذلك يباشر طرحه العلمي. ابن سينا، ومن منا لا يعرف ابن سينا؟ الطبيب الرئيس والشيخ الرئيس وحكيم العالم في زمانه، والذي كانت تضرب إليه أكباد الإبل، وقد كانت أوروبا بعلمائها وأطبائها جميعا يتخذون من كتبه مرجعا لمدة 6 قرون. ولعل من أبرز كتبه كتاب القانون في الطب، والذي كذلك استهله ابن سينا بدوره بالبسملة وحمد الله سبحانه وتعالى بمحامد عظيمة والصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا هو كتاب القانون في الطب لابن سينا، وفيما يلي مقدمة الكتاب التي يستهلها ابن سينا للبسملة وحمد الله سبحانه وتعالى بما يستحقه بعلو شأنه وسبوغ إحسانه، ثم يصلي فيها على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك يباشر طرحه العلمي. والضربة القاضية هي أن البسملة قد وجدت في رسالة الدكتوراه للفيلسوف الألماني الشهير كانت. نعم، وجدت في رسالته بسم الله الرحمن الرحيم. وجد يبدو سنة 2004 فقط، ذول 2004 وجدوا على شهادة كانت، شهادة الدكتوراه نتاع كانت اللي خذها سنة 1755، كتابة البسملة بخط اليد بالعربي على الشهادة، بسم الله وتحتها الرحمن الرحيم. وختاما لكل هذا، أوجه رسالة إلى كل من تحدثه نفسه بأن بإمكانه أن يفصل الدين الإسلامي عن هذا الشعب. اعلم بأن فرنسا قد بقيت لأكثر من 130 عاما تحاول ذلك فما استطاعت إليه سبيلا، بجيشها وأعتادها وعدتها وعملائها حتى. أو تعلم لماذا؟ لأن هذا الدين يجري مجرى الدم في أجسادنا، ولا نرى لحياتنا طعما ولا هدفا ولا ضرورة حتى بدونه. سلام.